مع الحارس زكريا العلوي حارس كوكب مراكشي والحارس خليل العزمي حارس المنتخب المغربي وحارس الوداد البيضاوي اللي نتمنوا نشوفوه في المباريات المقبله ان شاء الله. نعم جوزيه لويس موراليس يشكل خطوره كبيره والهدف الاول الثلاثي ناري جدا في مقدمه او في خط المقدمه بالنسبه للنادي الملكي وهدف اول في مرمى الحارس سعيد الدغاي. اذا تقدم لريال مدريد لقدماء النادي الملكي بهدف مقابل لا شيء في الدقيقه الخمسين من زمن هذه الاحتفاليه هذه السهره الرياضيه الكرويه الممتعه في ملعب طنجة الكبير. ننتظر الرد من المنتخب المغربي.